انت درست اخراج في امريكا، هو احنا ممكن نشوفك مخرج تاني؟ مخرج؟ لا، بس انا ما درستش اخراج في امريكا، انا درست هنا في مصر. درست في معهد السينما قسم اخراج. واتخرجت من هنا من مصر، والاخراج انا بحبه جدا بصراحه. ما يعني انا نفسي اخرج في يوم من الايام. ما تخليك مخرج. ما انا مش عارف، انت ايه رايك؟ انا متوتر. قولي لي اخرج ولا امثل؟ مش عارف. بس الناس هتقول ده ممثل طلع مخرج، ده ممثل طلع مخرج. ده عيب جدا، عيب جدا في حقي طبعا لو ده حصل، صح؟ ولا شايفه حاجه كويسه؟ لا وحشه. انا بحب الاخراج جدا اصلي، وبعد ما خلصت دراسه في المعهد برضو المخرج برضو، ويبقى لما انت تبقى مخرج يبقى كويس، بس الناس هتقول هو مخرج كريم الممثل، هيبقى مخرج وبعد كده هيبقى ممثل ومخرج وممثل. انت هتخوتنا بقى. عك صح. انت هتخوتنا بقى صح، ممكن يبقى عك. يبقى انا ركز في حاجه واحده بس، التمثيل. لكن انا خلاص طلعت ممثل. عشان طلعت ممثل صح. بس انا بحب الاخراج على فكره جدا، نفسي اخرج، بس عايز استنى شويه بعد كده اخرج. ممكن تخرج؟ ممكن تخرج والناس هتعرف وخلاص. وخلاص على كده هنعمل الناس هتعرف ان انت خلاص خلصت، بتبقى مخرج. تبقى مخرج برضه. يعني انت تخلصي تمثيل ايه مثلا؟ اخلص انا على 33 سنه تمثيل، وبعد كده اخش على الاخراج. ال 51 مثلا اخراج وارجع تاني للتمثيل، ولا كمل؟ ما انا مش عارف. قولي لا كمل. يعني قسمهم لي انت، قولي لي امتى. لا تكمل التمثيل. ايوه. ما ينفعش ترجع، ما ينفعش تفضل كده 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 كده. عك ده عك. لا يبقى انا خليني في التمثيل، انا اسف جدا. لو عايز كنت عايز تبقى مخرج ما كنتش تخش التمثيل، كنت تخش الاخراج وبعد كده خلاص. ما هو انا ما كنتش ناوي امثل، بالعكس انا درست اخراج وفجاه لقيت نفسي بحب التمثيل وعايز امثل بعد ما كنت درست الاخراج. وكان ليا ناس صحابي في المعهد قالوا لي تعالى اعمل مشاريع تخرج، افلام صغيره كده بنعملها في المعهد، فمثلت فيها. وبعد ما اتخرجت لقيت نفسي بصور اضحك الصوره تطلع حلوه مع الاستاذ شريف عرفه، فاشتغلت مع مخرج كبير وسيناريست كبير، واتحطيت ان انا بقيت ممثل في منطقه كويسه، فكملت في التمثيل. لكن انا بحب الاخراج، انا عايز اخرج لك فيلم. مش عارفه تقول ايه بقى. ده ما ينفعش. صح برضه. صح. اوعي. بصي انا هعمل اللي انت هتقولي لي عليه، لان انا باثق جدا في رايك وفي تفكيرك، وعارف ان انت فنانه كبيره ونجمه وبتعرفي تفكري صح. عشان كده انا جيت اسالك اعمل ايه، اشتغل في الاخراج ولا في التمثيل؟ انت تقولي لي. لو انت بقى مثلت التلفزيون وبقيت مخرج، ناسبه ان انت تبقى مذيع وكل شغلانه ونقطع على بعض عشان نقطع على بعض في الاخر. صح. بصل لقمه عيشك في الاخر يعني، ولا هاجي جنبك، انت تشتغلي لوحدك وانا هشتغل لوحدي. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه برضه، بين الراجل ومراته المفروض ما يبقاش في خلافات. ايه؟ بين الراجل ومراته الحاجات دي لازم متفقين عليها. ايه؟ لما نروح. اي دور نفسك تلعبه؟ الدور اللي نفسي العبه؟ والله في ادوار كتير يا معلم نفسي العبها. نفسي مثلا بحب الاستاذ احمد زكي جدا في فيلم الهروب، وبحب الاستاذ عادل امام في فيلم حتى لا يطير الدخان والمشبوه. لا في افلام كتيره طبعا، استاذ محمود عبد العزيز في الكتكات. في ممثله انا نفسي اقلدها كل التمثيلات. مين؟ سعاد حسن. الله يرحمها طبعا. انت جميله تحبيها؟ طب الله يرحمها. قولي الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحم جميع امواتنا يا رب. ايه رايك في اسماء ايه رايك يعني في حلوه يعني انا هي حلوه بس يعني انت ليه متوتره؟ اسالي. حاضر. اسالي. اصل انت مراتي وهي مراتي فما فيش خسوف، تسالي اللي انت عايزاه. عارف ايه رايك بقى في الاكل اللي هي بتعمله؟ في الاكل اللي بتعمله تحفه.
بتعمل لي اكل تحفه. انت تعرفيش تعمليه اساسا؟ اصلا لسه عيله. معلش لا انت مش عيله انت كبيره، بس انت ما تعرفيش تعمليه. انا عيله. بتعمل لي اكل يا مها تحفه. عايزه تساليني سؤال تاني؟ ايه؟ عايزه تساليني سؤال تاني؟ عايز اسالك. ايه؟ امالك متحفزه؟ اه عايز اسالك. متحفزه ليه؟ ما ان بقى اكل مراتك عجبك، فايه انا باين ان انا مجوعك. ايوه صح انت مجوعاني ومعطلاني، ايه رايك بقى؟ طيب اتفضل بقى اروح على المطبخ، ما تقولش باي باي عشان يعني نخلص بسرعه. باي باي. ايوه انا لازم اقول باي باي للناس. باي باي. انا وانا هقوله باي باي للناس وبعدين بكره. انا بكلمك ردي عليا. نعم. ايه مجوعاني ومش مجوعاني؟ انت مالك مجوعاني ولا مش مجوعاني؟ انت مجوعاني ومعطلاني. طب اهو باي باي للناس يا جماعه.